الأزمة الرئاسية التي لا حل لها في الوقت القريب تزداد حدة وتجعل المواطن فريسة لمعظم القرارات الترقيعية، بدءاً برفع الدولار الجمركي وصولاً إلى تعميم المصرف المركزي. فما مصير رواتب القطاع الخاص؟ وما مصير الجلسات التشريعية والمفاوضات المسيحية غير المباشرة عبر بكركي؟ وهل تكون بداية للخروج من المأزق؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا النائب أسعد درغام، النائب فادي كرم، النائب فراس حمدان، ووزير العمل مصطفى بيرم في حلقة هذا الأحد مع ماريو التاسعة والنصف مساء على الـ LBCI.